أهلا بكم في سبوت نيوز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما، مؤكدا أن هذه العقوبات فرضت ردا على الهجمات التي استهدفت السبت الماضي منشآت نفطية في السعودية، حيث حملت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها في ذلك. وعندما سئل عن استخدام الخيار العسكري ضد إيران قال ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة دائما. أما وزير الخزانة ستيفن نوتشين الأمريكي الذي كان إلى جانب الرئيس الأمريكي أوضح أن الأمر يتعلق باستهداف آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوق إيران السيادي الذي سيقطع بذلك عن نظامنا البنكي وكذلك شركة اعتماد تجارة باريس. يذكر أن صندوق التنمية الوطني وهو صندوق الثروة السيادي والذي يضم مجلس أمنائه كل من الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، كما أن البنك المركزي ومعظم المؤسسات المالية الإيرانية تخضع لعقوبات أمريكية منذ نوفمبر عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني. بدوره وصف حاكم المصرف المركزي الإيراني أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البنك تظهر قلة حيلة واشنطن.